kita akan menggunakan karena kita akan memanggil di layar saya. Silakan Akhi Abdul Halim dari ayat ke 32. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض لا نقول في فكأنما الأرض، الراء هنا مفخمة، ساكنة مسبوقة بفتح، أو فساد في الأرض فكأنما في الأرض. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض نعم يا شيخ، ماذا؟ ريسك برابا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ألا جميعا فكأنما مد أين باريس؟ فكأنما أحيا، مشبع، نعم حركة. باريس كبرى يا أستاذ Di باريس paling atas nanti. Halo. Fakannama yang paling atas di baris ke فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا لماذا تقصر؟ تقول يقتلوا أو يصلبوا، حركتين. ورش عنده المولود كلها 6 حركات.
كل المدود ست حركات عند ورش، إلا البدل له الأوجه الثلاثة، إما القصر أو التوسط أو الإشباع، أو اللين المهموز كشيء أو غير ذلك له التوسط. Jangan dikosor akhir karena di dalam waras itu setiap yang mad itu maka dipanjangkan dengan 6 harokat kata Syekh. Kecuali tadi ada beberapa catatan yang pada akhirnya dia dalam pilihan, dalam keadaan pilihan-pilihan. Ini tidak termasuk di dalamnya. Silakan untuk akhir diulangi. ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما لا 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 بما يا شيخ عبد الله، أعد كسب أعد فقطعوا أيديهم. فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا
أيها الرسول لا يحزنك لا هذه كلمة، زينك زينك هذه لا كلمة فارسية، لا يحزنك. لا يحزنك نعم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ليش قلوبهم؟ ماذا سي؟ قلوبهم ولا قلوبهم؟ قلوبهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب، بارك سمعت؟ الله فيك، جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله، تفضل الذي بعده. يكرمك الله ويبارك الله فيكم. أختي فوزية، سلام. بسم الله. السلام عليكم يا شيخ. Suaranya ada. Ada terdengar. Silakan, bismillah. من تقرأ الآن، فوزية؟ نعم يا شيخ. نعم، حياكم الله يا أستاذة فوزية، تفضل. مين وإياكم يا شيخ. سماعون للكذب بأكالون للسحت فإن عليك للسحت، للسحت للسحت يعني نحقق حرف الحاء. hanya diperjelas kata Syekh. للسحت سماعون للكذب أكالون للسحت ليس للسحت، للسحت هكذا. للسحت نعم، لأن الحاء فيها صفة الهمس وهي ساكنة، فلا بد أن نظهرها ولا يعني تكون قريبة إلى حرف الهاء، لا نقول للسحت هكذا، لا نقول للسحت هكذا. نعم، harusnya diperjelas jangan sampai tertukar dengan hak kata Syekh. Silakan diulangi. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم
وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم ماذا فهتم يا بينهم. أستاذة فوزية؟ حرف الحاء لابد أن يظهر هنا، ليس حرف هاء، لا نقول فهكم، فحكم، فحكم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرب للذين هادوا والربانيون والأحبار للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله والأحبار بما استحفظوا والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه هل مصعب مصدقا الزكريا؟ لما مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإن
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل ال... وليحكم. وليحكم أهل... لماذا وليحكم؟ وليح طيب، حرف وليحكم الحاء. ولي... نعم، حرف الحاء وليس الهاء. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم ابتدأ بها بينهم بالضم، هذه ابتدأ بالضم، كلمة فرشية. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. طيب، ماشي، بارك الله فيك يا أستاذة فوزية، جزاكم الله خيرا.
آمين. بكريمة عسير رفع الله رأيك. جزاك الله خيرا كثيرا بارك الله فيك. جزاك أخي عبد راضي. أبو راضي أبو راضي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا يا أبو راضي اسكندي، هنا نعم ذوات الياء إذا سبقت بمد بدل يقرأ بالقصر، فذوات الياء تقرأ بالفتح وليس بالتقليل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى. لا تقليل يا أبو راضي، ما في بدل، لم يسبق بالبدل هنا في بداية الآية فترى أو فتريه عندما نقف عليها عند ورشة. فترى يقولون الذين، نعم فترى الذين، هنا لا يوجد بدل إلا كلمة نخشى، فهنا تقرأ بالتقليل. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا نعم صحيح أكمل. يقول الذين آمنوا الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم الذين أقسموا بالله جهد الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا يرتد بهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا أعدها. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. نعم استنى وتري أو ترى كيف؟ وتري أو ترى وتري ما رأيك؟ طيب طيب وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكليم السحت لبئس ما كانوا يعملون.
لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما لا لا قالوا لا لا تستمر، لا تستمر، لا تستمر. فوق كلمة قالوا يا شيخ اسكندر أبو راضي في ميم، هذه الميم علامة الوقف اللازم، يعني يجب أن تقف هنا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، لأنك لو أكملت القراءة، لو أكملت القراءة يعني والعياذ بالله، يعني كأنك يعني توافق وصف اليهود بأن يد الله تعالى مغلولة. فهمت عليك، فهمت عليك. الله رد عليهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، لا نقول ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، لا، نقف عند قالوا، هنا وقف لازم. نعم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأت كلما نعم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها بالقلقلة. الله شيخ اسكندي أبو راضي بالقلقلة، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، حرف الطاء في قلقل وهو ساكن. إيه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها لا الله. تسكت، لا تقل أطفأ أطفأ، لا لا تسكت، أطفأها أطفأها، أما أن نقول أطفأها لا، هذا لا ينفع. إيه ماشي ماشي. نعم، بارك الله فيك أبو راضي. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله، أطفأها الله. أطفأها الله تمام. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طيب بارك الله فيك يا شيخ أبو فيك راضي. ابو حسين يا حبيبي، نعم، حياك الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. لكان أختي ليلى، بسم الله. نعم يا شيخ، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أستاذ ليلى. حياك الله يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم أبدأ يا شيخ. تفضلي.
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة ولو أنهم أقاموا التوراة لا، والإنجيل. لا، انتظري انتظري. ماذا؟ أقاموا التوراة، ماذا يوجد بين الكلمتين أستاذة ليلى؟ ما الحكم بين الكلمتين؟ أقاموا التوراة. أقاموا التوراة، أين من بدل يا شيخ في هذا الآية؟ أقاموا التوراة، ماذا يوجد بين الكلمتين؟ هذا سنشرحه اللقاء القادم في آخر درس في الجزرية التي أنت معنا. ترجم يا شيخ هندرة، أين Ini أنت؟ yang akan dibahas di pertemuan di terakhir di Daurah Al-Jazariyah, LTK Uskinai. ماذا يوجد هنا يا أستاذة ليلى؟ نعم أقاموا يا شيخ. التوراة. ما الحكم بين الكلمتين هنا؟ قلها هكذا يا شيخ هندرة، ما الحكم بين الكلمتين؟ Apa hukum di antara dua kalimat seperti ini? Ketika أقاموا أقاموا التوراة. التوراة. أقاموا التوراة التقاء ساكنين يا شيخ. نعم صحيح، التقاء ساكنين، أين الساكن الأول؟ سكون yang pertama yang mana؟ ألف ألف سك... واو سكون. أيوة نعم، واو سكون، لأن واو حروف مد هنا، واو حرف مد، أما الألف هذه تكتب لا تلفظ، هكذا موجودة في الرسم، لكن هي ليست أصلية. أقاموا، الواو هنا هو الساكن الأول، طب أين الساكن الثاني؟ سكون yang kedua yang mana؟ حمزة وصل. وكان همزة الوصل تسقط في درج الكلام، وهذا شرحناه لكم الدرس الماضي. همزة الوصل قلنا تسقط في درج الكلام وتثبت في أول الكلام، أثناء الكلام تسقط، إذا ليست موجودة همزة الوصل، إذا أين السكون الثاني؟ ترجم هذا يا شيخ مرة. Maka kemudian kita mengetahui bahwa alif lam di sini ada yang hamzah wasal itu taskut di darjil kalam ketika kita menyambung dah. Dalam sambungan kata dia hilang, tapi akan muncul ketika kita memulai daripadanya. Begitu, Ukhti. أين السكون Jadi الثاني يا أستاذ؟ roknya di sini berarti fathah ya, Ustaz. Bukan, tidak Atau ada kaitan dengan roh ini. هنا ساكنين، أقام يعني التقى ساكن أول وساكن ثاني، لابد أن يكونا بجانب بعضهما، ليس الراء بعد أربعة حروف لا ينفع. Nah. Ini berdampingan antara huruf yang sukun dengan yang sukun, maka disebut dengan iltiqa iskenain. Kalau ke ro kan jadi lompat, jadi empat huruf setelahnya. Bukan itu yang dimaksud dengan oleh Syekh adalah di sini ada sukun waw ya bertemu dengan alif lam kemudian di depannya dan kemudian di depannya ada ta ya. Betul, iya. Sama Ustaz. Jadi ini apa? Membacanya Tadi kan menjadi satu. Uhti memanjangkanmu nya. Oh, astagfirullah. Apaan, apaan? Apaan? Apaan ya, Syekh? أين الساكن الثاني؟ بمعنى نعم، 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 الساكن نعم، الثاني أين هو؟ نعم، سكون يang فهمت kedua يا dimana؟ شيخ. نعم. Sukun yang سكون kedua di yang mana؟ كدوة. Yang كدوة ada Hamzah Wasol ألف لام تاء Hamzah Wasol sebelum يا huruf أستاذة، يا ada أستاذة ليلى، ألف لام تاء. سبنتر انتظري، نعم. قلنا همزة الوصل عند أثناء الكلام ليست موجودة، تسقط، إذا لا يعتبر، لا توجد Maka alif همزة الوصل، لا توجد. Hamzah wasal ketika dalam keadaan disambung maka dia seolah-olah tidak dianggap karena dia dalam keadaan tasqut, dalam keadaan runtuh
sukun yang tidak terlihat, tidak dianggap. لأجل الوقت يا شيخ هندر، أنا سأشرحه لكم يا أستاذة ليلى اللقاء القادم إن شاء الله، سأشرحه لكم بالتفصيل إن شاء الله. السكون الثاني هو اللام، لام التعريف، التوراة. طب نقول هكذا: أقام التوراة، ميم إلى حرف التاء. طيب بمعنى حرف واو، بمعنى همزة وصل، بمعنى لام تعريف، كله سقط. أقام التوراة، فهنا اللام، هنا اللام شمسية، حكمها إدغام. واللام هنا لام تجديد، واللام التجديد عبارة عن حرفين، الأول سكون والثاني متحرك. فالأول هو الساكن، اللام الساكنة الأولى هو الساكن الثاني. إذا الساكن الأول حرف المد الواو، الساكن الثاني اللام الأولى من كلمة التوراة، وهي حكمها الإدغام لأنها لام شمسية. فهمتم؟ Baik, di إن sini شاء الله. disebutkan bahwa di sini adalah alif lam syamsiah yang kemudian kita mengetahui wawunya, kemudian alifnya, kemudian hamzah wasolnya, dia hilang. Karena kita mengetahui dia di dalam darjil kalam, dia di dalam sambungan ya. Kemudian akhirnya kita menemukan adanya lam yang bertemu di sini dengan ta, dan kemudian lam kita mengetahui ada yang dinamakan dengan idgham, maka double ya di sini, maka yang dinamakan dengan pertemuan hurufnya langsung loncat ke lam. Dan kemudian ketika lam di sini masuk ke dalam musyaddadah, dia masuk ke dalam idgham, maka kemudian loncatnya ke situ, ke taknya ke situ ya, jadi sehingga akomut. Nah, seperti itu yang dimaksudkan oleh. Ya, afan afan Syekh. Nah, لا بأس، استمر أنا يا أستاذة أكرر ليلى. يا شيخ. نعم نعم سيلاحكن. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من ربهم لا، لماذا من ربهم؟ نحن بورش لا نقرأ من بقراءة ابن كثير أو أبو جعفر أو يعقوب الحضرمي بأصحاب الصلة أو قالون، لا نحن نقرأ بابن لا كثير. نعم نعم. من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة تقليل والإنجيل تقليل تقليل تقييم التوراة توراة والإنجيل. على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا أرسلنا إليهم وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لماذا هكذا؟ عفوا ننظر انظر ننظر أنى أي انظر أنا أن أنا يفهم أن يفهم لماذا؟ أنا يا الله عفوا يا شيخ أنا ب طيب نعم تفضل. أنا يوفاكن يا شيخ. اوكي انا يوفكون بكان انا يوفكون. نعم ثم انظرنا يوفق يا نعم ثم هكذا. نعم يا شيخ لن جوت يا ثم استاذة ليلى. نعم كل تعبدوا يا شيخ ثم قل انظرن يوفكون. ثم انظرنا يوفكون هكذا يا شيخ نعم هكذا. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب ولا بارك شيء الله شيخ فيك يا استاذ. جزاك الله خير فيكم بارك الله. ترى طيب بارك الله فيكم. من بقي يا شيخ نور؟ واحد يا شيخ نور العزمي. طيب تفضل يا استاذ نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله استاذ، تفضل يا استاذ. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما يسأل نعم يا بالسنة أستاذ ini نور. نعم يا أستاذ نور. نعم kenapa di sebelah kanan ini wali nabi tasdidnya والنبي وما أنزل إليه هكذا. ini panduannya yang di kanan beda ya. ماذا تقولين؟ نعم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. ليش إننا صارى؟ لماذا؟ ماذا يا أستاذة؟ نحن الآن قرأنا حوالي 6 أجزاء وما زلنا نخطئ في كلمات بسيطة وأحكام بسيطة. قالوا إننا نصارى، وكان نصارى سبلهم آمنوا، مد بدل هو حركة. Ada mad badal sebelumnya, jadi dia zawatul ya-nya tidak dibaca karena Oh, ini. mad badal di 10 juz yang pertama, ingat Oh, dia dibaca 2 harokat ini sehingga zawatul ya sini bukan zawatul yang ya-nya ini di kah? fathah. Apa Ustadz tidak lihat dari mad badalnya? Jadi di sini dia tetap taklil, bukan ya Dia ini dia ya? karena Kalau yang dia di sini. bertemu sebelumnya ada mad badal dan dibacanya 2 harokat. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, Kalau Ustadz. ada mad badal bertemu dengan zawatul ya, maka kalau mad badalnya dibaca 2 harokat, maka zawatul ya-nya dia fathah, dia difathahkan. Begitulah, ukti, barakallah. Ulang. Mana? Mulai dari mana, Ustadz? تفضل يا أستاذ. Bila الذين قالوا إنا نصارى. الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا لا يدخلنا ربنا، يوجد ألف يا أستاذة، يدخلنا ربنا. لا. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا
لا أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم يا أستاذة، لا يؤاخذكم، تفضلي. الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما طعمتم فكفارته إطعام 10 مساكين تak sampai apa sih طيب يا عشر إطعام عشرة عشرة عشرة، إطعام عشرة مساكين. إطعام نعم شيء ولم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة نعم يا أستاذ. فمن لم يجد فصيام له فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم سلام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل ولز آه ولز رجس من عمل الشيطان، لن تكمل رجس من عمل الشيطان. رجسهم آه يا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب يا أستاذة بارك الله فيك. بارك الله فيك. أستاذة نور، يعني أنت تخطئين كثيرا يا أستاذة نور، هذا لا ينفع. مضى 6 أجزاء وأنت ما زلت يعني في ضعفك كما هو في البداية. فلا تترددين في القراءة، بارك الله فيك، عندك تردد كثير في القراءة، يعني تقفين ثم لا تعرفين من أين تبدأين، هذه مشكلة. Ukti, mohon diperhatikan, ini sudah sampai ke berjuz-juz ya, sudah sampai 6. Maka kemudian Ukti mohon diperhatikan kembali, jangan sampai tidak tahu bagaimana berhenti dan memulai dari mana. Tolong diperhatikan kembali, silahkan.
Kemudian tadi Uhti banyak sekali melakukan kesalahan kata Syekh, dan ini seharusnya tidak terjadi karena ini sudah masuk ke 6 juz. Mohon ke depannya lebih diperhatikan lagi kata Syekh. Seperti itu Uhti, barakallahu fikum. Ya, mohon maaf Kak Syekh. طيب لا بأس إن شاء الله، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خير. طيب نختتم يا شيخ. بكرير الله، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، mohon maaf atas segala anfal, lupa, khilaf, dan segala hal yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf sekali lagi. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khair ya Syekhana bi hudurikum, barakallahu fikum. Nah, بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ وأستاذ.